الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد اختتام زيارته للإمارات للمشاركة كضيف شرف في القمة العالمية للحكومات. ارتفاع ضحايا زلزال تركيا وسوريا إلى أكثر من 37 ألف شخص، والصحة العالمية تؤكد أنها أكبر كارثة طبيعية. الكرملين يؤكد انخراط الناتو في الصراع بأوكرانيا، وأمين الحلف يتهم روسيا بالاستعداد لمزيد من التصعيد. الثالثة عصرا الواحدة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتي حضراتكم من القاهرة. بداية هذه النشرة مع رامي الحلواني. رامي، أهلا بك نانسي وأهلا بحضراتكم مشاهدينا. والبداية من عودة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد اختتام زيارته لدولة الإمارات للمشاركة كضيف شرف في القمة العالمية للحكومات بدبي. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد على دعم مصر لكافة جهود التنمية والإصلاح بتونس تحت قيادة الرئيس قيس سعيد، فضلا عن الاستعداد الكامل لنقل التجربة المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية والإصلاحات الاقتصادية والإدارية إلى الأشقاء في تونس. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي في دبي مع نجلاء بودن رئيسة وزراء تونس، حيث صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد استعراض سبل دفع العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات. وقد أكد الجانبان عمق الروابط التي تجمع بين البلدين والحرص على الارتقاء بالتعاون المشترك في مختلف المجالات، وذلك لمصلحة الشعبين الشقيقين. كما تم التشاور بشأن أبرز القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التوافق على تكثيف التنسيق والمتابعة بين الجانبين في هذا الصدد خلال الفترة المقبلة. في سياق متصل، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في دبي مع الدكتور محمد الجاسر رئيس مجلس أو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. هذا وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد مناقشة أطر التعاون القائم بين مصر والبنك في القطاعات ذات الأولوية لعملية التنمية الجاري تنفيذها في مصر على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في ضوء الدور المهم الذي قام به البنك خلال السنوات الماضية كشريك في العملية التنموية في مصر. كما تم التباحث بشأن الجهود المصرية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والتي ساهمت في صمود الاقتصاد في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية ومواصلته النمو وتعظيم الاستثمارات الأجنبية المباشرة. هذا وتتواصل في دبي بدولة الإمارات فعاليات القمة العالمية للحكومات تحت شعار استشراف حكومة المستقبل، وبمشاركة مصر التي تم توجيه الدعوة لها كضيف شرف هذا العام. وتجمع القمة تحت مظلتها نخبة من قادة الحكومات والوزراء وكبار المسؤولين وصناع القرار ورواد الأفكار والمختصين في الشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية من مختلف دول العالم. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا الآن موفد إكسترا نيوز إلى دبي هشام عبد التواب. هشام، أرحب بك. أهلا وسهلا بك نانسي وأهلا بكل مشاهدي إكسترا نيوز في كل مكان. بالتأكيد تتواصل أعمال القمة العالمية للحكومات. الجديد هو عودة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد مشاركة حافلة الحقيقة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. مشاركة بدأت بالأمس، بدأت بلقاءات ثنائية وأيضا جلسة رئيسية، واليوم كان هنالك لقاء مع السيدة نجلاء بودن رئيسة الحكومة التونسية. وكما ذكرتم تم الحديث عن العديد من النقاط المهمة في هذا اللقاء. تم استعراض سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، وأيضا شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال هذا اللقاء على دعم مصر الكامل لكل إجراءات التنمية التي تحدث في تونس تحت قيادة الرئيس قيس سعيد الرئيس التونسي. أيضا تمت الإشارة إلى نقل التجربة المصرية من المشروعات الكبرى وبرامج الإصلاح إلى تونس الشقيقة. وفي هذه النقطة بالتحديد تحدث الرئيس فيها بالأمس عن أهمية
نقل التجارب ما بين الدول، وهذا ما يعطي لهذه القمة، القمة العالمية للحكومات، أهمية وزخم كبير. أيضا من ضمن اللقاءات التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم قبل مغادرته الإمارات العربية المتحدة وعودته إلى مصر، كان لقاء مع الدكتور محمد الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. أيضا تم الحديث في هذا اللقاء عن الكثير من النقاط، ربما منها أن هذا البنك هو من أهم المؤسسات التي شاركت في عملية التنمية في مصر خلال الفترة الماضية، وأيضا الحديث عن مستقبل الاستثمار والمشاركة خلال الفترات المقبلة. بالتأكيد الوفد المصري هو وفد رفيع المستوى، هذا الوفد يضم عدد كبير من الوزراء، عدد كبير من المسؤولين الحكوميين، والكل حقيقة يشارك في عدد كبير من الجلسات، أكثر من 220 جلسة على مدار هذه القمة تعقد من 13 وحتى 15 من الشهر الجاري. عدد كبير من الضيوف، نتحدث عن 20 رئيس دولة، وأيضا نتحدث عن أكثر من 80 منظمة إقليمية ودولية. إذن هذا الوفد يشارك في كل القطاعات المختلفة، قطاعات الصحة، قطاعات التعليم، قطاعات التكنولوجيا والاتصالات والتقنيات الحديثة والابتكار والفكر في الاقتصاد، وعدد كبير من الجلسات يشارك فيها الوفد المصري بكل تأكيد. إذا تحدثنا عن أبرز ما تم اليوم من فعاليات، هنالك منتدى المرأة في الحكومة، وهذا المنتدى يشكل أهمية كبيرة. هذا المنتدى يدعم المرأة في المناصب الحكومية، يتحدث عن تمكين المرأة، وأيضا يتحدث عن المهارات التي يجب أن تكتسبها المرأة، وعدد كبير من النقاط في هذا المجال لدفع المرأة في الحكومات. وتحدثت فيه السيدة نجلاء بودن رئيسة الحكومة التونسية وعدد كبير من الوزيرات من مختلف الدول، تحدثنا عن التجارب الخاصة وأيضا عن نصائح وعن الكثير من الأمور التي تخص المرأة في الحكومة. أيضا هنالك منتدى الإدارة الحكومية العربية ومنتدى الصحة العالمي، وفي هذا المجال بالتحديد مجال الصحة أو قطاع الصحة توجد العديد من النقاشات. الصحة هي من أهم المحاور، هي من المحاور الستة الرئيسية لهذه النسخة للقمة العالمية للحكومات، وبالتالي الاهتمام بها اهتمام كبير للغاية. عدد كبير من الجلسات تندرج تحت مظلة الصحة والاهتمام بالصحة والصحة العامة وغيرها، عدد كبير من وزراء الصحة ومنظمة الصحة العالمية أيضا تشارك في عدد من الجلسات. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يتحدث في جلسة عن الأولويات في مجال الصحة خلال الفترة المقبلة. أيضا من المجالات المهمة هو الفكر والابتكار والثقافة، كانت هنالك جلسة صباح اليوم الازدهار من خلال الإبداع، فن تشكيل المحتوى من صانعي، والحقيقة أنه من أبرز المشاركين في هذه النسخة هو إدريس ألبا الممثل العالمي، وشارك في هذه الجلسة بالتحديد، وهو أيضا سفير نوايا حسنة للأمم المتحدة. أيضا تم الحديث عن توازن الحكومات بين تمكين الابتكار وحوكمة التكنولوجيا، أيضا نهاية العولمة أم بداية جديدة لها بخصائص مختلفة نتعرف عليها وندرسها. أيضا كما تابعنا مستقبل الصحة وجودة الحياة والفرص الاقتصادية الجديدة. إذا تحدثنا عن إفريقيا فإفريقيا أيضا حاضرة بقوة في هذه القمة، هنالك جلسة بعنوان إفريقيا المحرك الاقتصادي العالمي القادم، وتوجد فرص عديدة يتم الحديث عنها عن إفريقيا والدور الذي يمكن أن تلعبه. أيضا من أهم الجلسات اليوم هي جلسة عصر التغير المناخي ومواجهة خطر الغرق، ويتحدث في هذه الجلسة رئيس جمهورية سيشل، وما يعطي أهمية لهذه الجلسة هو بالتأكيد ملف المناخ. مصر استضافت القمة السابقة للمناخ كوب 27، والإمارات العربية المتحدة تستضيف نسخة هذا العام كوب 28، وبالتأكيد في عدد كبير أيضا من الجلسات تندرج تحت مظلة المناخ. اليوم الثاني يشرف على الانتهاء، بعض المنتديات وجلساتها انتهت بالفعل، بعض الجلسات لا تزال مستمرة، ولكن اليوم يشرف الآن على الانتهاء، لا تزال الأحاديث
مستمرة في أروقة المكان هنا ما بين خبراء الاقتصاد، ما بين الوزراء، ما بين الحضور من كل المجالات حقيقة، ما بين الشباب، وملف الشباب أيضا مهم، وكان في اجتماع للقيادات الشابة في اليوم التمهيدي لهذه القمة. الكل ممثل هنا في القمة العالمية للحكومات، والكل يشارك من مجالات مختلفة ومن خلفيات مختلفة لمشاركة الرؤى، وبالتالي كما ذكرتم في البداية استشراف مستقبل الحكومات، وهو شعار هذه القمة، القمة العالمية للحكومات. نانسي. نعم هشام، الحقيقة تفاصيل وافية وتفصيلية. هشام عبد التواب موفد إكسترا نيوز إلى دبي، أنا بشكرك شكرا جزيلا. وفي لقاء خاص مع إكسترا نيوز، أكد وزير الصحة دكتور خالد عبد الغفار أن مصر تمتلك تجربة متميزة في التعامل مع فيروس كورونا وما تم في القطاع الصحي خلال 8 سنوات الماضية. هذه الجلسة كانت هامة جدا على رأس مؤتمر الحكومات، مؤتمر عالمي للحكومات، لأن كما تعلم طبعا يعني مصر تمتلك تجربة متميزة سواء في التعامل مع كوفيد، وده كان جزء من النقاش اليوم، أو من خلال ما تم في القطاع الصحي في مصر من خلال 8 سنوات الماضية. فكان مهم جدا أن احنا يعني نتطرق لكثير من الجنوب الخاصة بهذه المبادرات حتى نرسل رسائل هامة، وأيضا جزء كبير منها عن هل هناك استعداد لجوائح قادمة قد تم يعني تبني العالم لهذه القضايا الهامة. وتطرقنا أيضا إلى المبادرات الرئاسية الخاصة بالصحة سواء فيروس سي أو قوائم الانتظار أو المبادرات الخاصة بصحة المرأة أو صحة الطفل. مجهود كبير جدا الدولة المصرية بتقوم به في آخر 8 سنوات باستثمارات ضخمة جدا الحقيقة مقدرة من الجهات الدولية زي منظمة الصحة العالمية اللي كانت جزء من الحوار، وأيضا مقدرة من كل الدول المتابعة للملف المصري في مجال الصحة. فكان هام جدا أن احنا نشارك بعض بالخبرات الدولية التي يمكن أن تفيد القطاع الصحي على مستوى العالم. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تمضي بخطوات حثيثة لتذليل مختلف المعوقات والتحديات التي تواجه قطاع الصناعة. وخلال لقائه برئيس اتحاد الصناعات المصرية، أكد مدبولي أن الحكومة تعمل على تبسيط الإجراءات لتشجيع الاستثمارات الصناعية القائمة والجديدة، وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية، وتفعيل خريطة الاستثمار الصناعي كمنصة لتخصيص الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية. هذا وأضاف مدبولي أيضا أن الحكومة تنطلق في هذا الشأن من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة جهود دعم القطاع الصناعي مع الاستمرار في مسار تعزيز دور وإسهام القطاع الخاص وزيادة الاستفادة من المناطق والمجمعات الصناعية بما يسهم بشكل إيجابي في دعم ركائز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة. أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وثيقة للرد على أبرز القضايا المثارة بشأن ارتفاع المستوى العام للأسعار في مصر. أشارت الوثيقة إلى أنه بعد أن كانت مصر قد نجحت بشكل كبير في خفض معدلات التضخم خلال عامي 2020-2021، تأثر الاقتصاد المصري كغيره من اقتصادات العالم بالموجة التضخمية العالمية في 2022، فيما توقع صندوق النقد الدولي حدوث انخفاض نسبي لمعدل التضخم في البلاد ليصل إلى نحو 12% خلال 2023. كما تطرقت الوثيقة إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لتبني العديد من الإجراءات التي تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في مواجهة الضغوطات السعرية.
توقعت وكالة فيتشا أن تشهد أعداد السياح الوافدين إلى مصر نمواً بوتيرة متسارعة في عام 2023 مع استمرار هذه الزيادة حتى عام 2026. المزيد نتابعه في هذا العرض والزميلة حور محمد. أهلا بكم. على الرغم من التحديات العالمية فإن التوقعات تشير إلى حدوث تحسن كبير في أداء صناعة السفر وقطاع السياحة العالمي خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد أن نمت الحركة الجوية الأوروبية بشكل مطرد منذ منتصف مارس إلى أوائل مايو 2022. في مصر توقعت وكالة فيتش أن تشهد أعداد السياح الوافدين إلى مصر نمواً بوتيرة متسارعة في عام 2023 مع استمرار هذه الزيادة خلال الفترة من عام 2022 لعام 2026 ما يعزز من الإيرادات ومعدلات إشغال الفنادق. ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي عدد السياح الوافدين إلى مصر في العام الجاري 11 مليون و600 ألف سائح بزيادة قدرها 46% على أساس سنوي من 7 ملايين و900 ألف سائح في عام 2022. وبحلول عام 2026 من المتوقع وصول إجمالي عدد الوافدين إلى مصر إلى 14 مليون وافد، وهو أعلى من ذروة ما قبل الجائحة البالغة 13 مليون وافد. أما على صعيد عائدات السياحة الدولية لمصر فتوقعت فيتش أن تصل في عام 2023 إلى 13 مليار و600 مليون دولار أمريكي بزيادة قدرها 17.7% على أساس سنوي. وبحلول نهاية عام 2026 من المتوقع أن يصل إجمالي عائدات السياحة الدولية إلى 17 مليار و900 مليون دولار أمريكي. توقعات فيتش تأتي مدعومة بتطوير السياحة العالمية، حيث تظهر الحجوزات الجوية أن السياحة العالمية واصلت إظهار علامات التعافي، حيث وصل عدد السياح الوافدين إلى 60% من مستويات ما قبل الجائحة في الأشهر السبعة الأولى من عام 2022. وتشير تقديرات منظمة السياحة العالمية إلى أن العام الجاري قد يشهد عودة الوافدين من السياح الدوليين إلى مستويات ما قبل الجائحة في أوروبا والشرق الأوسط. وفقا لتقديرات منظمة السياحة العالمية فإن جائحة فيروس كورونا عرضت 100 مليون وظيفة للخطر في عام 2020، كما أدت إلى جعل البلدان تتنافس حول كيفية جذب الوافدين في ظل انخفاض عدد السياح على مستوى العالم بأكثر من 65% في النصف الأول من عام 2020. وجاءت الأزمة الروسية الأوكرانية لتضاف لأوجاع القطاع، خاصة أن السياح الروس والأوكرانيين ينفقون عادة نحو 45 مليار دولار أمريكي سنويا على السفر للخارج، ويذهب معظم هذا الإنفاق إلى الأسواق الأوروبية الناشئة. كما مثلت الأزمة خطرا على محاولات إنعاش السياحة العالمية من الآثار السلبية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، حيث أدت إلى تفاقم أسعار النفط وبالتالي ارتفعت تكاليف النقل، الأمر الذي نتج عنه تعطيل السفر في أوروبا الشرقية. مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا موجزا حول التوقعات بشأن أداء صناعة السفر وقطاع السياحة العالمي خلال الفترة المقبلة. شكرا جزيلا لكم على طيب المتابعة. We'll be right back.
ارتفعت أعداد ضحايا زلزال تركيا وسوريا إلى أكثر من 37 ألفا حتى الآن. وقالت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن عدد الضحايا في تركيا ارتفع إلى 31,974 شخصا، وبلغ إجمالي عدد الضحايا في سوريا بحسب وكالة رويترز 5,714 شخصا حتى الآن. هذا وقال اتحاد الشركات والأعمال التركي إن الزلزال خلف دمارا يمكن أن يكلف أنقرة ما يصل إلى 84 مليار و100 مليون دولار. في سياق متصل، أعلنت تركيا أن نحو 20 مليون شخص تضرروا من كارثة الزلزال، مؤكدة استمرار عمليات الإنقاذ وتقديم المساعدات. أضافت أنقرة أن الزلزال خلف أكثر من 81 ألف مصاب حتى الآن، كما غادر جزء كبير منهم المستشفيات بعد تلقي العلاج. هذا وأشارت إلى أن هذه الكارثة أظهرت بشكل واضح مدى أهمية التضامن العالمية. وفيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ عن ناجين بين أنقاض الزلزال في تركيا وسوريا، رجال الإنقاذ انتشلوا شابا عمره 17 عاما ورجلا آخر لم تحدد هويته من تحت أنقاض مبنى سكني في منطقة كهرمان مرعش التركية بعد نحو 198 ساعة من زلزال الأسبوع الماضي المدمر. ومن جانبها، اعتبرت منظمة الصحة العالمية أن زلزال تركيا وسوريا هو أكبر كارثة طبيعية خلال قرن تضرب بلداً واقعاً في ما تعتبره منطقتها الأوروبية. وقال مدير الفرع الأوروبي للمنظمة: نحن شهود على أكبر كارثة طبيعية في منطقة الفرع الأوروبي من منظمة الصحة العالمية خلال قرن، ولا نزال نقيم حجمها. هذا وأعلنت الأمم المتحدة تأثر أكثر من 7 ملايين طفل بالزلزال المدمر والهزة الارتدادية الكبيرة التي أعقبته في تركيا وسوريا الأسبوع الماضي، معربة عن مخاوف من أن يكون الآلاف غيرهم لقوا حتفهم. وقال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف جيمس إلدر إن مجموع الأطفال الذين يعيشون في المحافظات العشر التي ضربها الزلزالان في تركيا 4.6 مليون طفلة، فيما يبلغ عدد من في المناطق التي ضربها الزلزال في سوريا 2.5 مليون طفلة. هذا وأظهرت لقطات مصورة بطائرات بدون طيار أكواما من الأنقاض تغطي مساحات شاسعة في مدينة حارم شمال إدلب السورية. أظهرت المشاهد التي نقلتها وكالة رويترز للأنباء سكان المدينة يواصلون بحثهم عن الضحايا من تحت أنقاض المباني. تفقد وفد من الأمم المتحدة لأول مرة المناطق المنكوبة من الزلزال في شمال غرب سوريا، وبحسب وكالة فرانس بريس فإن الزيارة التي تهدف إلى تقييم الأضرار توجه خلالها الوفد الأممي من تركيا إلى محافظة إدلب عبر معبر باب الهوى، وتفقد الوفد مدينة سرمدة السورية. أعلن الكرملين أن حلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة أصبح أكثر انخراطا في الصراع بأوكرانيا. هذا وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، قال إن الحلف يبذل قصارى جهده
لجعل مشاركته في الصراع في كييف واضحة قدر الإمكان، وأشار إلى أن إمداد أوكرانيا بأسلحة يؤدي إلى إطالة أمد الصراع ويرفع احتمال زيادة التصعيد، مؤكدا أن المرتزقة الأجانب لا يمكن أن يغيروا مسار الأحداث. قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن حلف الناتو متحد أكثر من أي وقت مضى في مواجهة روسيا. جاء ذلك خلال كلماته في اجتماع وزراء الدفاع في حلف الناتو، حيث أشار إلى تعزيز الدعم العسكري لأوكرانيا من خلال تدريب جنودها على الأسلحة الجديدة. لم تنجح روسيا في مساعيها ولم تسقط أوكرانيا، وأصدقاء أوكرانيا لم يتخلوا عنها. في السنة منذ بداية حرب بوتين نعرف أن القوات الأوكرانية فازت في كييف وخرسون وخاركوف، تمكنت من دفع القوات الروسية من خلال استخدام الأسلحة المتوفرة لها من قبل ممثلي دول اليوم. تفاجأنا جميعا من مرونة الشعب الأوكراني والشجاعة التي تحلت بها القوات الأوكرانية، وحتى في وجه كل الصعوبات أظهرت أوكرانيا أنها ستتمكن من الاستمرار والنشاط. دول إضافية عملت على مساعدة أوكرانيا للدفاع عن أراضيها وسيادتها وحريتها، ووجودكم اليوم يثبت لنا جميعا بأن دول ذات إرادة طيبة من كل أنحاء العالم تستمر بتنفيذ وعودها، والتأكد من أي تراجع للقوات الأوكرانية ليس إلا بمرحلة خاطفة. ولقد أكدت هذه المجموعة أننا سنقدم الدعم لأوكرانيا للدفاع عن حريتها على المدى الطويل. قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ إن على الناتو ضمان حصول أوكرانيا على الأسلحة التي تحتاجها للانتصار على روسيا. هذا واتهم ستولتنبرغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالاستعداد لمزيد من التصعيد، مشيرا إلى حاجة أوكرانيا لمزيد من الأسلحة والمحادثات حول إمكانية توفير طائرات لأوكرانيا. أعلن مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أنه سيقدم مقترحات جديدة حول إمدادات السلاح إلى أوكرانيا في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين المقبل. وأضاف بوريل أنه لا يمكن دفع تكاليف توريد الأسلحة الفتاكة من ميزانية الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أنه يمكن استخدام صندوق السلام الأوروبي، وقد خصص الاتحاد الأوروبي حتى الآن 3.6 مليار يورو من خلال صندوق السلام الأوروبي لدفع تكاليف الإمدادات العسكرية لأوكرانيا. قالت حكومة النرويج أنها سترسل 8 دبابات قتالية من طراز ليوبارد 2 ألمانية الصنع ومعدات أخرى إلى أوكرانيا للمساعدة في الحرب مع روسيا. أضاف رئيس الوزراء النرويجي أن دعم نضال أوكرانيا من أجل الحرية بات أكثر أهمية من أي وقت مضى، مشيرا إلى أن وزارة الدفاع النرويجية ستخصص أيضا أموالا للذخيرة وقطع الغيار. نفت روسيا تصريحات مولدوفا بشأن وجود خطة روسية لزعزعة استقرار الوضع فيها، معتبرة هذه التصريحات لا أساس لها من الصحة. وقالت وزارة الخارجية الروسية إن مثل هذه الادعاءات قائمة على الحيل التقليدية للولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى وأوكرانيا، والمتمثلة في توجيه الاتهامات بالإشارة إلى معلومات استخباراتية يزعم أنها سرية لا يمكن التحقق منها، ومن ثم استخدامها لتبرير أفعالهم غير القانونية، موضحة أن الهدف الحقيقي لكييف هو جر مولدوفا إلى المواجهة مع موسكو. أدرج الاتحاد الأوروبي روسيا على قائمته السوداء للملاذات الضريبية في تدبير رمزي إلى حد بعيد، إذ أن موسكو تخضع بالأساس لعقوبة اقتصادية على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا. وإضافة إلى روسيا، أدرج الاتحاد الأوروبي جزر فيرجن البريطانية وكوستاريكا وجزر مارشال أيضا على هذه اللائحة التي باتت تتضمن 16 كيانا. أكد الناتو صحة التقارير الواردة من مسؤولين في باخموت الأوكرانية بأن روسيا شنت هجوما كبيرا جديدا قبل أيام من اكتمال مرور عام على بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وقال مسؤولون عسكريون أوكرانيون إن قوات الدفاع الأوكرانية الصامدة منذ شهور في المدينة الواقعة شرق البلاد تتصدى لهجمات برية جديدة في ظل قصف عنيف. فيما قالت الدفاع البريطانية إن الهجوم الروسي على باخموت الذي يقوده عناصر من مجموعة فاغنر الروسية حققوا خلال الأيام الثلاثة الماضية انتصارات محدودة في الضواحي الشمالية للمدينة الأوكرانية. من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أسقطت طائرة ومروحية أوكرانيتين في أجواء دونتسك وقتلت نحو 230 جنديا أوكرانيا على عدة محاور. أوضحت الدفاع الروسية أيضا أنه تم قتل ما يصل إلى 70 جنديا أوكرانيا وتدمير مدافع هاوتزر ذاتية الدفع على محور كوبيانسك وتصفية ما يصل إلى 100 جندي وتدمير مدفع هاوتزر وراجمة صواريخ غراد على محور كراسني ليمانوتم واعتراض 4 قذائف من راجمة الصواريخ هيمارس وإسقاط 7 طائرات بدون طيار. تعتزم سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة والحاكمة الحالية لولاية ساوث كارولاينا نيكي هايلي إعلان عن ترشحها في الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة لعام 2024. بهذا الإعلان ستصبح هايلي ثاني مرشح بارز من الحزب الجمهوري يعلن عن عزمه خوض هذا الاستحقاق بعد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. من جانبها أعلنت الصين أنه يجب محاسبة الولايات المتحدة وتقديم تفسير مسؤول للعالم إذا هاجمت خطوط أنابيب نورد ستريم. أفادت صحيفة تايمز البريطانية بأن أنابيب نورد ستريم التي تنقل الغاز من روسيا إلى أوروبا تم تفجيرها سرا من قبل وكالات المخابرات الأمريكية وأفراد الجيش في سبتمبر من العام الماضي على حد قولها. استدعى الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس السفير الصيني لدى مانيلا للتعبير عن قلقه الشديد بعدما اتهم خفر السواحل الفلبيني مركبا صينيا بتسليط ضوء ليزر يستخدم لأغراض عسكرية على أحد قواربه. المزيد في سياق التقرير التالي. أمواج التوتر تتصاعد من جديد في بحر الصين الجنوبي بعد حدوث مناوشات بين الجانبين الصيني والفلبيني. خفر السواحل الفلبيني اتهم سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني بتوجيه ليزر عسكري إلى بعض أفراد طاقمها، ما أدى إلى إصابتهم بالعمى مؤقتا على متن سفينة في المياه التي يثور الخلاف حول تبعيتها بجنوب الصين الأسبوع الماضي. كما أشار إلى أن السفينة الصينية قامت بمناورات خطيرة بعد أن اقتربت لبعد 137 مترا من السفينة الفلبينية، إلا أن وزارة الخارجية الصينية أكدت أن السفينة الفلبينية اخترقت مياه بكين دون إذن منها، مشيرة إلى أن سفينة الشرطة البحرية الصينية دافعت عن سيادة الصين والنظام البحري وفقا للقانون المحلي الصيني والقانون الدولي. الولايات المتحدة التي وقعت اتفاقا يسمح للجنود الأمريكيين باستخدام 4 قواعد إضافية في الفلبين أكدت أنها تقف مع مانيلا في مواجهة استخدام خفر السواحل في الصين أجهزة الليزر ضد طاقم سفينة تابعة لخفر السواحل الفلبينية. وتسمح الاتفاقية للولايات المتحدة باستخدام قواعد عسكرية فلبينية للتدريب المشترك والتمركز المسبق للمعدات وبناء مرافق مثل المدارج وتخزين الوقود والإسكان العسكري، ولكن ليس للوجود بصفة دائمة. بدأ توافد حشود المواطنين ونشطي النقابات العمالية في بلجيكا للمشاركة في المظاهرات التي دعت إليها النقابات الوطنية ضد تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد. وشهدت المظاهرة مشاركة العاملين في تقديم الرعاية الصحية بالمنازل وموظفي دور العجزة والمربيات فضلا عن عاملي المستشفيات. هذا وينظم موظفو الدولة في بلجيكا بشكل دوري مظاهرات
ويضربون عن العمل بذريعة عدم تحسين أجورهم مقابل زيادة أسعار الطاقة وتكاليف المعيشة الباهظة. أعلنت السلطات في جنوب إفريقيا حالة الكارثة الوطنية بعدما أسفرت فيضانات نجمت عن هطول أمطار غزيرة في الأيام القليلة الماضية عن سقوط 7 ضحايا وعدد من المفقودين. هذا وتهدد الأحوال الجوية السيئة 7 مقاطعات من مقاطعات البلاد 9، لا سيما تلك الواقعة على الساحل الشرقي المطل على المحيط الهندي. أعلنت الحكومة النيوزيلندية حالة الطوارئ في عموم البلاد بسبب إعصار عنيف حرم أكثر من 100 ألف شخص من الكهرباء وتسبب بفيضانات وانهيارات أرضية. المزيد في سياق هذا التقرير. رياح عاتية وأمطار غزيرة اجتاحت شمال نيوزيلندا، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل وتوقف الرحلات الجوية. ورغم تراجع حدة العاصفة التي اقتلعت الأشجار وألحقت أضرارا بالطرق وتسببت في قطع خطوط الكهرباء، تحذيرات جديدة أصدرتها إدارة الطوارئ في نيوزيلندا استعدادا لمزيد من الأمطار الغزيرة والفيضانات والرياح القوية مع اقتراب الإعصار جابرييل من ساحل البلاد. كما أعلنت السلطات حالة الطوارئ في 5 مناطق شمالي الأرخبيل بما فيها أوكلاند أكبر مدينة في نيوزيلندا والتي تعافت من الفيضانات المفاجئة التي أودت بحياة 4 أشخاص وأجبرت الآلاف على ترك منازلهم الشهر الماضي. الآثار جابرييل هو ثاني ظاهرة مناخية كبيرة تضرب أوكلاند والجزيرة الشمالية، حيث يتحرك على مسافة 250 كيلومتر شمال غرب نيوزيلندا، ومن المتوقع أن يقترب من الساحل الشرقي خلال الساعة القادمة. وسبب سوء الطقس انقطاع الكهرباء عن نحو 58 ألف شخص، مع تحذيرات من صعوبة العمل على استعادة الشبكة في وقت قريب. كما تم إغلاق الكثير من المدارس والمرافق الحكومية المحلية في أنحاء أوكلاند والجزيرة الشمالية، ونصحت السلطات السكان بعدم السفر، وتعطلت حركة النقل العام، وتوقفت خدمات العبارات والحافلات والقطارات، وألغت شركة طيران نيوزيلندا مئات الرحلات الجوية. أكد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي على المتابعة الدورية التي توليها الحكومة للموقف التنفيذي للمشروعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بما يسهم في سرعة الانتهاء من المشروعات الخدمية التي يستفيد بها سكان هذه القرى. وخلال اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، تم تناول الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة والمتضمنة 1477 قرية ونسب تقدم الأعمال بتلك المشروعات. جاء إطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في إطار إيمان مصر بدور منظمات المجتمع المدني في التنمية. يهدف التحالف إلى تنظيم عمل مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني.
قام التحالف الوطني للعمل الأهلي بجهود كبيرة تضمنت تعزيز حقوق المرأة وضمان المساواة والتمكين الاقتصادي وضمان حقوق ذوي الهمم، وذلك لتعزيز ودعم حقوق الفئات الخاصة مع ضمان وصول الخدمات الطبية لمستحقيها، والمزيد نتابعه في العرض التالي. تترقب أسواق المال العالمية في وقت لاحق اليوم صدور بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، وتؤثر تلك البيانات كثيرا في تسعير العقود الآجلة لاحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في مارس المقبل. ارتفع مؤشر أسعار الجملة في ألمانيا في يناير مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وقال مكتب الإحصاء الاتحادي إن أسعار الجملة ارتفعت 10.6% على أساس سنوي مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة أسعار الأغذية والمشروبات والتبغ التي زادت 16.2%. وافق البرلمان الأوروبي على حظر المبيعات الجديدة لسيارات البنزين والديزل التي ينبعث منها الكربون بحلول عام 2035. هذا ووافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالفعل على التشريع، وستقوم الآن بتحويله رسميا إلى قانون رغم معارضة أعضاء البرلمان الأوروبي المحافظين أكبر مجموعة في البرلمان. وأقر القانون مجلس ستراسبورغ بأغلبية 340 صوتا مقابل 279 وامتناع 21 عن التصويت.
تعتزم شركة فورد الأمريكية لصناعة السيارات إلغاء 3800 وظيفة في مجال تطوير المنتجات والإدارة في ألمانيا والمملكة المتحدة وعدد من الدول الأوروبية خلال السنوات الثلاث المقبلة، حيث أشارت الشركة الأمريكية إلى ارتفاع التكاليف والحاجة إلى هيكل أكثر مرونة، حيث تقوم بتوجيه الإنتاج إلى السيارات الكهربائية، مضيفة أنها تعتزم تحقيق التخفيضات من خلال برامج الفصل الطوعية. رياضيا، فاز فريق الزمالك على نظيره سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 18 بالدوري الممتاز. سجل ثلاثية الزمالك كل من شيكابالا في الدقيقة 35، ثم سجل أحمد زيزو هدفين في الدقيقتين 39 و43، بينما سجل هدف سموحة الوحيد اللاعب محمد الصباحي في اللحظات الأخيرة من المباراة. بهذه النتيجة ارتفع رصيد الزمالك إلى النقطة 32 في المركز الرابع، بينما توقف رصيد الفريق السكندري عند 20 نقطة في المركز 12. تستأنف اليوم منافسات الدور 16 من بطولة أبطال دوري أبطال أوروبا بإقامة مباراتين في العاشرة مساء، يلتقي خلالهما بايرن ميونخ مع باريس سان جيرمان وميلان أمام توتنهام. نتابع المزيد في التقرير التالي. عشاق الكرة الأوروبية على موعد مع انطلاق فعاليات دور 16 من بطولة دوري الأبطال، والتي ستشهد مواجهات شرسة بين عمالقة كرة القدم العالمية. وعلى ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس، يحل فريق بايرن ميونخ الألماني ضيفاً على باريس سان جيرمان الفرنسي في مواجهة من العيار الثقيل. الفريق البافاري تأهل إلى الدور 16 بدوري أبطال أوروبا عقب احتلاله صدارة المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة. أما باريس سان جيرمان فصعد إلى الدور 16 بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثامنة برصيد 14 نقطة. البايرن يعلم صعوبة اللقاء أمام منافسه الفرنسي، لذا سيدخل المواجهة بكل قوة من أجل الفوز بالمباراة ووضع قدمه في الدور المقبل من البطولة التي يسعى لحسم لقبها للمرة السابعة في تاريخه. من جانبه يبحث سان جيرمان لاستغلال عامل الأرض والجمهور للانتصار على منافسه البافاري لتسهيل مهمته خلال لقاء الإياب في ألمانيا، وكذلك للاقتراب من لقب دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه. وعلى ملعب سان سيرو يستضيف فريق إي سي ميلان الإيطالي نظيره توتنهام الإنجليزي ضمن منافسات دور 16 من الشامبيونز ليج. توتنهام تأهل إلى الدور 16 من دوري أبطال أوروبا عقب احتلاله صدارة المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة. في المقابل حجز ميلان مكانه بالدور ذاته بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد 10 نقاط. ميلان يسعى إلى الفوز للاقتراب من لقبه الثامن للبطولة القارية والأول منذ عام 2007، بينما يسعى توتنهام للتقدم نحو لقب الشامبيونز ليج للمرة الأولى في تاريخه. وصلنا مع حضراتكم لختام هذه النشرة، ولم يتبقى لنا إلا التذكرة بأهم ما جاء فيها من عناوين. الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد اختتام زيارته للإمارات للمشاركة كضيف شرف في القمة العالمية للحكومات. ارتفاع ضحايا زلزال تركيا وسوريا إلى أكثر من 37 ألف شخص، والصحة العالمية تؤكد أنها أكبر كارثة طبيعية خلال قرن بأوروبا. الكرملين يؤكد انخراط الناتو في الصراع بأوكرانيا، وأمين الحلف يتهم روسيا بالاستعداد لمزيد من التصعيد.
ولمزيد من الأخبار مشاهدينا، يمكن لحضراتكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا لكم على طيب المتابعة، وتقبلوا تحيات زميلتي نانسي نور وأنا رامي الحلواني. إلى اللقاء.